بيكي كابتن سما. اقول لك سما تحبي اني لا اي حاجه. اتعودتي على كابتن سما؟ لا لا بحب سما اكتر. طيب في البدايه يعني مبسوطين جدا انك موجوده معانا. ان هي حاجه ممتعه جدا ومسليه وفي نفس الوقت بتتمرن وبتبذل مجهود وفي نفس الوقت تحقق بطولات تقدر تحقق بطولات وكل حاجه. فجربتها وعملوا لي تيست السباحه ولعبتها، فالحمد لله بعد 3 شهور من تجربتي للكاياك وتمريني في الكاياك دخلت المنتخب مصر للكاياك. طيب يعني انت بداتي انك تتعرفي على اللعبه من وانت عندك 12 سنه. أيوة. اللعبه عباره عن ايه عشان برضه نوضح للمشاهد؟ اللعبه مركب ومقداف يعني حركه الادفع، ولازم يكون عندك بالانس في المركب. بتقدف قدام. الفرق بين التجديف والكاياك ان الكاياك بتقدف قدام، يعني بتمشي قدام عينك ستريت. الكاياك بتقدف لورا. التجديف سوري بتقدف لورا. في انواع كتير من الكاياك للكاياك، في كانوي، في كاياك، في سلالوم، في ستاند اب بادلينج. انا بلعب كاياك. ايه الاختلاف بين الاسماء المختلفه؟ الاختلاف في كل حاجه، في المركب، في المقداف، في قعده المركب. مثلا يعني مثلا بقعد زي 90 عادي. في الكانوي مثلا بيقعدوا على ركبتهم. معانا كابتن سما وهي مكسره الدنيا في النيل ده عند كوبري امبابه تقريبا. ايوه فعلا. انا عايز اقول لك انه هي واضح جدا انه الرياضه دي بتتطلب قوه بدنيه، خاصه الابر بودي اللي هو الجانب العلوي من الجسم، ان يبقى عندك المقاومات اللي تسمح لك تمسكي وتقدفي بالقوه والسرعه دي. دي حقيقه، هي محتاجه جدا ان انت تكون كويس جدا في الدراع والكتف والكور. اكتر حاجه الكور، ان انت بتسحب كله بالكور بتاعك. الرجل مش قوي، بس يعني هي حركه مساعده جدا للادفع في الكاياك، لكن التجديف بقى العكس، تجديف رجل بس. طيب هل اللي بيلعب كاياكينج لازم يكون سباح؟ طبعا لازم. انت اصلا اول ما تنزل المكان بتاع الكاياك او التجديف بيتعمل اول حاجه يسالك بتعرف تلعب سباحه؟ طب هنعمل لك تيست سباحه، يربطوه مثلا في حبل وينط في النيل ويعمل تيست سباحه بسيط، اللي هو انت بتعرف تمسك نفسك في الميه، لان ميه النيل معروفه ان هي تقيله، ميه طينيه فتقيله جدا غير البسين يعني. فلازم تعمل لك تيست سباحه ويحطوك زي تيست كده اللي هو مركب مقلوبه مثلا، تعدلها مش عارف ايه كده عشان ايه، يشوفك ان انت تعرف تتحكم في نفسك وفي مركبتك وفي مقدافك، لان انت بتقلب بيبقى مطالب منك انك تحط المقداف جوه المركب وتقوم تقلب المركب وتدور على اي مأزة او اي حاجه ان انت تخرج منها، فده كله محتاج ان انت تكون بيرفكت في السباحه. اتقانك للسباحه هو علشان سلامتك انت، عشان انت لو وقعتي في الميه تقدري ان انت تتعاملي مع الموقف، واحنا شايفين نموذج فكره ان انت التوازن على القارب. بالزبط. علشان تحافظي على التوازن. أي دي وبتعملي تمرينات بقى مختلفه علشان تحافظي على التوازن. بالظبط، انا بعمل تمرينات يعني مثلا في الاوف سيزون او مبدا بسيزون جديد بقعد اعمل مثلا تمرينات بعد التمرين بالانس، امسك الكوره، اقعد اعمل حاجات تانيه، حاجات فور فان شويه، بس هي في نفس الوقت بتديني بالانس قوي، خليني ان انا اقدر ان انا لما اجي احط الباور بقى في مع المركب مع البالانس اقدر ان انا ايه ما تاثرش بالبالانس في المايه، لان مش كل الوقت المايه تبقى ثابته، لان احنا المفروض ان هي اسمها كاياك فلات ووتر كاياك. فانا النيل عندي كارنت، عندي هواء، عندي مراكب بتمشي التيار الكارنت بتمشي مع التيار ولا عكس التيار؟ هو المفروض ما يكونش فيه تيار اصلا. أوكي. بس احنا بنعمل تمرينات مع التيار وعكس التيار عشان نتفادى الحته دي. تمام. لان احنا عندنا في مصر ما فيش مياه ثابته فلات ووتر غير مثلا في اسماعيليه، يعني في مناطق ان احنا لازم نسافر لها معسكر، فلازم الاتحاد يدفع فلوس كتير، فاللي هو بيبقى مستخدمين النيل كوسيله كويسه، بس نفس الوقت اللي هو بنحاول نتفادى الحوار ده في ان احنا نمشي عكس التيار شويه مع التيار شويه في نص التمرينات. طيب سما، على مستوى مصر انت بداتي في بطولات محليه، بدات ازاي وبعد كده امتى يعني وصلتي للمرحله اللي قالوا لا خلاص احنا ممكن سما تنافس في بطولات عربيه ودوليه؟ انا زي ما قلت لك دخلت المنتخب بعد 3 شهور من انا العب كاياك. كان في بطوله عربيه في 2012 2013 تقريبا، كانت في اسكندريه، فكان في كذا بنت موجودين وكده، فقالوا هنعمل تصفيات لمين هينزل الفردي والزوجي والحاجات دي. فالحمد لله عملت التصفيات وكسبتهم ونزلت الفردي الناشئ وجبت فضه. دي كانت اول ميداليه عربيه او اول ميداليه دوليه عامه. انا كنت عندي كام سنه؟ كان عندي 14 سنه. ما شاء الله. يعني انت دخلتي 14 وعلى طول حصلتي بطولات. الحمد لله. ده حاجه هايله جدا. طيب هل انت حاسه انه هنا في مصر في اهتمام بلعبه الكاياكينج؟ هل يعني الدوله مهتمه؟ هل الكوميونتي او المجتمع الخاص برياضه الكاياكينج هل يعني سامح لك ان انت تبقي افضل واحسن، ولا ايه الوضع عامل ازاي؟ بص، هو حاليا اقدر اقول ان يعني بدات الوزاره تحط العين علينا، وبدات ان الناس تعرف يعني ايه كاياك، لان بدانا في مصر من سنتين تقريبا بدانا نفتح اكاديميات كاياك فور فان، اللي هو الناس اللي قارب بيبقى ما بيتقلبش، بتبقى لابس لايف جاكيت.